وللحديث عن الفساد الحكومي في مطار بغداد معنا من العاصمة بغداد عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم والسادة والسيدات المشاهدون الكرام. حياكم الله. ما طبيعة هذا الاستثمار الممنوع في هذه المساحة القريبة من مطار بغداد الدولي؟ حقيقة هذا الاستثمار الممنوع من قبل حكومة المنصبة على العراق هو ليس استثمارا حقيقيا، وإنما هو بحقيقته هو عبارة عن استعمار وتقف خلفه دوافع طائفية، إذ أنه من المرجح أن تقوم الحكومة بتهجير كثير من العوائل المالكة لهذه الأراضي بحجة الاستثمار لإقامة عليها مشاريع استثمارية بأموال التي سرقتها من الشعب العراقي. منحت هذا الاستثمار لشركة دايكو التي بالأساس هي يتشوبها كثير من عمليات الفساد في أوراقها، وهي أوراق غير أصولية. إذ أنه عندما خاطبت الحكومة دائرة العدل في لندن أكشفت لها بأنها لا تتحمل مسؤولية الأوراق التي قدمتها هذه الشركة إلى الحكومة العراقية، وهناك معلومات مؤكدة أن هذه الشركة تتبع لأحدى الجهات الحزبية المتنفذة، والشخص القائم عليها يمتلك الجنسية الإيرانية، وجاء هذا الاستثمار بتنسيق وترتيب كبير من شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار السابق، علما أن الحكومات الثلاث المتعاقبة حكومة عادل عبد المهدي والكاظمي وحكومة السوداني الحالية هم ثلاثتهم متورطون بهذه العملية التي تقف خلفها دوافع طائفية. سبق وأن تحدث الكثير عنها من أهالي هذه المنطقة، فضلا عن بعض الشخصيات السياسية التي تحدثت عن الدوافع الطائفية التي تقف خلف هذه المشاريع التي بالأساس سوف تضر مطار بغداد الدولي، فضلا عن إضرارها الكبير في المواطنين الملاك الأصليين لهذه الأرض. طيب سيد عمر، من الناحية القانونية والاستثمارية، رأس مال هذه الشركة 50,000 دولار، هل من المعقول أم من المسموح أن يكون العقد 230 مليون دولار مقابل 50,000 رأس مالها فقط؟ يا سيدي، هذا تناقض كبير وغير قانوني أن تمنح شركة رأس مالها 50,000 دولارا عقد بهذه الضخامة، إذ أنه لا يمكن لهذه الشركة أن تنفذ مبنى سكنيا صغيرا، وليس أن تنفذ مبنى من آلاف الوحدات السكنية سواء كانت عامودية أو أفقية، بل أن هذه الشركات وغيرها الكثير من الشركات الموجودة حاليا تعمل في مجال الاستثمار العقاري، لو تفحصناها سيدي لوجدناها هي عبارة عن واجهات لعمليات غسيل الأموال تابعة للأحزاب والجهات المسلحة، فضلا عن أن هذه الجهات هي أساسا وجدت للقيام بهذه الأعمال التي تشوبها الكثير من الأنشطة، فضلا عن أنه مثل هكذا مشاريع كان يفترض أن تقام بأماكن أخرى، ثم تعرض هذه الفرصة على مجموعة من الشركات العالمية تتنافس بتقديم أفضل العروض لإقامة هذه المشاريع، لكنه تم التكتم عن هذه العملية بشكل كبير، وأيضا هناك الكثير من المعلومات والملفات التي أخفيت حقيقة بواسطة إحدى الجهات السياسية لكي لا تكشف. حقيقة ما كشف عن هذه القضية هي مجرد نزر يسير، ولكن ما زالت هناك كثير من الأمور الأخرى، هناك عدة جهات سياسية تساومت فيما بينها من أجل تقاسم الأرباح هذه المنطقة، إذ توفر هذه العملية الاستثمارية الملايين من الدولارات من الأرباح التي ستعود بالنفع على الميليشيات والجهات الحزبية المتنفذة، فضلا عن أنه لا تخلو يد الحرس الثوري الإيراني مثل هذه الاستثمارات، وهناك الكثير من الأدلة والبراهين على مثل هكذا مشاريع. سيد عمر، هل هناك أي شيء أو ترشيح عن طبيعة هذا الاستثمار بمساحة تقدر ب 768 مليون دونم؟ يعني هل هناك شيء واضح عن هذا الاستثمار؟ هناك كثير من الغموض، ولكن ما طفى فوق الساحة وهو مؤكد تماما أن خلف هذا الاستثمار هو ليس إقامة مجمعات سكنية لحل أزمة السكن وإقامة المشاريع العمرانية، بل أن خلفه تقف دوافع طائفية. سبق وأن قامت هذه الحكومة بمثل هذه المناطق بأعمال إرهابية نسبت لجهات معينة من أجل تهجير أهلها ومحاصرتهم واعتقالهم،
وهذه العملية الاستثمارية كما يسمونها هي جزء من إرهاب الحكومي لسكان هذه المنطقة، والهدف منها إجراء تغيير ديموغرافي تقف خلفه دوافع خطيرة جدا سبق وأن حدثت في مناطق أخرى. طيب التركيز على هذه المناطق القريبة من مطار بغداد بالذات يعني كانت من المفترض أن توزع على أهالي المنطقة القريبة منها، ولكن تم إيقاف هذا القرار. نعم، الحكومة أوقفت هذا القرار لأنها تعلم جيدا أنها لابد لها أن تضع موطئ قدم لأحزابها وميليشياتها في تلك الأماكن، ولابد لها أن تقوم بمشاريع حتى تضيق الخناق على مطار بغداد. كما أن هناك معلومة من الحكومة، أنا أؤكد لك سيدي فاضل، أن الحكومة تسعى إلى إقامة مشاريع عمرانية بارتفاعات كبيرة في محيط مطار بغداد، وذلك من أجل إخراج مطار بغداد عن الخدمة لنقله إلى مكان آخر. هذه الحكومة حقيقة تعمل على تدمير كل ما هو في مصلحة الشعب العراقي، وإضافة الكثير من العقبات التي سوف تساهم بعرقلة المشاريع وعرقلة التطور في هذا البلد. ورأينا كيف أن حكومة السودان يوم أمس وضعت شخصا لا يملك أي معرفة بإدارة المطار، وهو شخص منتمي إلى ميليشيا العصائب. هذه الحكومة حقيقة تعمل بوسعها على فرض كثير من القيود على الشعب العراقي وإثقال كاهلهم بأشياء يعني هي خارج المألوف، لا يمكن لحكومة وطنية أن تقوم بها، إذ لا توجد أي جدوى اقتصادية من سرقة هذه الأراضي من ملاكها وإقامة عليها مشاريع استثمارية لشركات لا يمكن أن تقوم بأدنى مشروع أو سكن. الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.